عن مشاركتك النهاردة في الستارت. النهاردة أنا نزلت دلوقتي بعد الظهر بعد ما اتفرجت على كم الناس اللي نزلت النهاردة، الحشود الملايين اللي نزلت، لفت نظري جدا جدا ظهور المرأة في جميع الشوارع واللجان الانتخابية. عايزة أحييها النهاردة كده وأقول إن المرأة فعلا مثال مشرف للمرأة المصرية، وإنها اتغيرت كتير جدا جدا، بدأت تعرف حقوقها اللي لها واللي عليها. وأنا شايفة ملاحظة إن هي كانت أكبر مشاركة، هي مشاركة المرأة في الاستفتاء النهارده بصوره غير طبيعيه، وده دليل على اهتمام الدستور بيها وبالشباب. ملاحظه طبعا فيش كميه شباب طبعا كتير جدا موجودين معانا، ودي نتيجه ان الدستور لاول مره بيكفل حقوق للمراه وللشباب والمعاقين وحاجات كتيره جدا ما كانتش موجوده قبل كده. توقعات حضرتك في نتيجه الاستفتاء؟ انا متوقع ان احنا عندي 80% بالمنظر اللي انا شايفاه ده. نعم طبعا نعمل الدستور. ماذا بعد نعمل الدستور؟ ماذا بعد نعمل الدستور؟ اهم حاجه بعد نعمل الدستور ده، لو بالنسبه بقى للحمله اللي احنا عاملينها كمان، حمله بامر الشعب. حضرتك مؤسسه حمر بامر الشعب بالظبط كده، انا حضرتك الاول بيها. الله يخليك ميرسي. وعايزين نعرف حمله بامر الشعب، ماذا بعد نعمل الدستور؟ بعد الدستور ان شاء الله احنا عندنا مؤتمرات كتير جدا، هننزل في اسكندريه اول مؤتمر، وبعدين ننزل الصعيد ان شاء الله، احتمال كبير جدا يبقى الاقصر واسوان سوهاج، وبعدين بعد كده نلحق بسرعه ان احنا ننزل كام محافظه سريعا. طبعا مش محتاج ان انا اعمل دعايه اصلا للفريق السيسي خالص، لان الناس مش اول ما هيقول انا كده كل مصر كلها تنزل. تخبر لك احنا مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نشجع الناس انها تنزل 23 و24 25 يناير علشان نقول للفريق ان هو يوافق على تكلفنا للترشح الرسمي. اليوم 25 يناير المخطط هيبقى ايه؟ هيبقى فيه مسيرة معينة هتطلع تقابل كل ميادين مصر. احنا قلنا قبل كده من كل ميادين مصر هيكون في مسيرات هتطلع زي بالظبط اللي حصل في يوم 26 يونيو، هيحصل بالظبط نفس القصة، ولكن مع الفرق ان احنا ناويين نعتصم يوم 25 اذا لم يستجيب الى قرار التكليف اللي احنا الشعب هيكلفه بيه او هيفوضه. حضرتك شايفة يعني الجانب الآخر، لو الفريق أول عبد الفتاح السيسي لم يقبل الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حضرتك من وجهة نظرك يعني المخطط هيبقى إيه؟ ماذا بعد؟ يعني هناك بعض الآراء في الشارع المصري يعني تحبذ الفريق أول عبد الفتاح السيسي يفضل في منصبه كوزير دفاع. عشان إيه؟ يعني شايف إن الرئيس أقوى بكتير، يعني الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة، فأيهما أقوى يعني؟ وزير الدفاع بس يعني ممكن يبقى فيه أكتر من وزير دفاع يقدروا إن هم يقودوا الجيش المصري. هناك بعض الأسماء المطروحة في الشارع المصري برضه تنتمي للمدرسة العسكرية زي سامي عنان، زي اللواء مراد موافي، زي أحمد شفيق، يعني مع كل طبعا لهم كل يعني الاحترام. هل لو نزلوا ما هيبقى في منافسه شرسه على؟ لا بالعكس، يتفضلوا ينزلوا قصاد الفريق السياسي. على فكره المنافسه مطلوبه، على الاقل هتبين للمجتمع ان احنا فعلا عندنا ديمقراطيه، واي واحد عايز ان هو ينزل يترشح هيترشح. احنا ليه هنحجر على الناس؟ اللي عايز ينزل اهلا وسهلا بيه، ولكن احنا بنفضل الفريق عبد الفتاح السيسي. بعض الحملات المؤيدة للفريق عبد الفتاح السيسي جمعت بعض الاستمارات، وصرحت ان في حملات جمعت 25 مليون من استمارة، ومتطوع للجيش المصري جمعت بتاع 4 مليون من استمارة. بامر الشعب كم استماره نقدر نقول لحد دلوقتي؟ بص احنا الصبح يمكن في اول 30 دقيقه الجمع عندنا حوالي من 50,000 استماره في اول نص ساعه، خلاص في منطقه الجيزه تقريبا وشبرا، ده غير تغطيه بقيه المحافظات كلها. وبعدين احنا كمان يعني دوائر كثيره جدا جدا في مصر كلها، احنا ما نقدرش نغطي بالشباب بتوعنا. ف يعني احنا النهارده تقريبا هنوصل لحوالي على اخر اليوم، يعني انا اعتقد ممكن نوصل ل 600,000، لان احنا مخرجين اصلا فوق 600,000 استماره النهارده. نقدر نقول ان نسبه الموافقه على نعم هتبقى نسبه الموافقه لدعم الفريق اول عبد الفتاح السيسي، حضرتك قلت نسبه التصويت تبقى 80% نعم للدستور. طبعا دي بدايه لترشح. طبعا طيب المفروض انها تكون بدايه. يعني بص هو الشعب دايما بيبقى شايف نظره مستقبليه خلاص للاوضاع القادمه، وخصوصا ان احنا اعتقد ان احنا عندنا في اكسبيرينس جامده، خبرات كبيره جدا جدا علشان نقدر نقيم الامور اللي حوالينا. فبالتالي احنا ابتدينا ان احنا نقيم الموضوع من قبل ما يحصل، ف
فالشعب شايف ان احنا النهارده اللي بيحصل ده التجمع والحشود اللي بالملايين اللي نزلت النهارده دي نفس الحشود اللي كانت نزلت قبل كده يوم 30 يوليو صح؟ يبقى احنا النهارده بنقول ان الدستور بتاعنا دستور جيد جدا، كان في لجنه 50 جيده جدا قامت عليه، في دستور بيكفل حقوق كانت غايبه قبل كده، حقوق بالذات بتوع المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصه دي حاجه هايله جدا، والتامين الصحي احنا ما كانش عندنا تامين صحي خالص ولا عمرنا حتى فكرنا فيه، ولا كل ده بقى اهم في حاجه مهمه جدا على فكره الشعب برده مش واخد باله منها، ان في قوانين ولوائح اوكي هي اللي هتحرك لي الدستور بتاعي او البنود بتاعت الدستور، مين اللي هينفذ ومين القادر على ان هو يلتف حواليه الشعب المصري كله؟ انا مش شايفه غير الفريق عبد الفتاح السيسي بصراحه. دكتوره جيهان بنحيي حضرتك برضه، اخبار اليوم يا فندم؟ كلمنا مشاركتك النهارده في بتاع الدستور. والله النهارده الحمد لله انا شايف الناس كلها توافد كبير قوي على الاستفتاء، والحمد لله معظم الناس كلها بتقول نعم، وحتى في الطابور اللي احنا كنا واقفين فيه معظم الناس اللي حوالينا كلها بتقول نعم. وطبعا عايز اقول لك ان كان في شويه الصبح ما كانش تواجد كتير، بس عشان خاطر الناس في شغلها على الساعه 12 بدات الناس تيجي وتتوافد، ونزلنا هنا الساعه 4 برضو كانت الناس كلها موجوده، والستات وبالعكس والناس الكبيره موجوده، وكل الناس جايه مبسوطه النهارده وجايه فرحانه وحاسس ان هم بيعملوا حاجه لمصر. دي بالنسبه للاستفتاء. وبالنسبه لحاجه تانية، انا احمد صياد امين الشباب في حزب مصر اكتوبر، وامين التنظيم في حمله بامر الشعب، وان شاء الله حمله بامر الشعب دي لتكليف فريق عبد الفتاح السيسي لرئاسه الجمهوريه. واحنا جمعنا النهارده حوالي 500 الف توقيع في جميع المحافظات، مطلعين حوالي 500 الف استماره، والحمد لله التوقيعات دلوقتي وصلت حوالي 10 مليون، ولحد ان شاء الله 23 هتبقى لحد 23 يناير هتبقى حوالي 25 مليون استماره. احنا بنعمل على كده عشان ان شاء الله يوم 25 يناير هينزل نكلف فريق عبد الفتاح السيسي لرئاسه الجمهوريه. ايه هي استعدادات حمله بامر الشعب النهارده لمتابعه عمليه التصويت على الدستور؟ والله احنا اشتغلنا من امبارح، عملنا غرف عمليات من شباب الحمله كلهم على مستوى المحافظات لرصد اي تجاوزات او من الاخوان المسلمين او من الجماعه الارهابيه بمعنى اصح، عشان خاطر ما يبوظوش عمليات الاستفتاء. وزائد ان احنا نزلنا الشباب عند اللجان يجمعوا التوقيعات لخاطر الحمله بامن الشعب.